حضرت داريا مينا في 8 ايام اكهو رجال داري على كيف يعملوا كل ما في وسعهم نهار وليل، خاصه بعد ما شفنا الظروف اللي كانت عايشه فيها يا مينا مع المرض نتاع وليدها وراجلها، ربي يفرج عليهم ان شاء الله. خدموا بكل حب، يعطيه الصحه الارشيتكت انيس على الشوا دي كولور اللي قاعدين نشوفوا فيه، خرج الدار تحفه فنيه باتم معنى الكلمه. متشوقه باش نشوف الرياكسيون نتاع يا مينا، هذيك علاش ما عادش باش نستنى ومش نطول وباش نمشي نستقبل يا مينا توت سويت. اش قولك؟ يعطيكم الصحه. دار شكون هي؟ يرحموكم ويعطيكم الصحه. اش قولك في الالوان؟ صلي على النبي. تبارك الله. تخيلتها هكا؟ لا. تبارك الله، صلي على النبي. تخيلتها هكا يا مينا؟ لا لا والله باللي باش نعبد نعمل، مش باش نعمل هكا باش نكذب عليه. نجم والدخله كانت مغمومه على الاخر، هو لو فات الدخله هذيك تحلت وليت نشرها اكثر. تبارك الله، صلي على النبي. يعطيكم الصحة ويرحم والديكم ويبارك لكم في صحتكم وصغيراتكم ورزقكم. وانت ان شاء الله يا ربي يعطيك على قد قلبك يا مينا. مازلنا باش نشوفوا راه هذايا راهي الصالون كهو مازال. اسمعني نخليك تمشي تكتشف شوية، شوف اللي بدلناه في السندو في الدوش. هاني نستنى فيك. يعيشك. بسم الله تبارك الله. هاي محلاها. صلي على النبي. تهبط. يعطيكم الصحة. عجبتك؟ باهي. يعطيكم الصحة. خير البانو حتى على الوليد نجم ندوش له واحد صحيح. هو شوف ديجا نقول لك البرانسيب نتاع داري على كيفي انه نخليو الحاجات اللي تصلح ونبدلوا الحاجات اللي ما تصلحش ونحطوا اللمسة نتاع الاركتيكت هذيك في الالوان وفي الديكوراسيون. لا لا راح تحفونا برشا. ما خليهيش بيك انيسة. يعطيه الصحة ويرحم والدي وربي يعينه ويعطيه بصحته. انا مشكلتي كان ما جاش طفل مريض راهي منظمة خير من هكاك، يعني راهي الصالة مثلا كيما هكا بحكم الوليد المهم هكايا الظرف نتاع الوليد يصير حتى في البيوت تقرينا حساب الوليد معناها. والله هذيك هي فرحتي الكبيره، انك يا بلال نحس يعني متفرهد واحد صدقيني حتى روحي ننساها. انا نقول هو ابجى حكم يعني مريض ومستحق واحد يعني كان يعطيك الصحه. كي جا لابس عليه دبر راسه، اما كلمني لي ما انا هي نحس روحي مسؤول عليه فيما كلته في كل صدقيني. ساعات كي ما ياكلش هو انا ما ناكلش، ظني على البرد نخاف عليه من البرد، نخاف عليه ديما هكا ديما. حتى اختي ساعات تقول لي لا يا مينا تبارك الله كبر راه 9 سنين 10 سنين، نقول لها ديما يبقى في مخي بيبي. الله غالب يعني بقيت كانه بيبي. الحمد لله هكا هو يعطيك الحمد لله. الحمد لله هو ربي يعطيك على حد قلبك. يعيش اختي ربي يفضلك ان شاء الله، ربي يعطيكم ما تتمنوا يعيشكم ربي يفضلك. نمشيو ونشوفوا البيت. هيا هيا نمشيو. بدلت رايي، انا في بالي بيك راه ولي انت مزروبه باش تشوف البيوت. نمشي نعمل طلع على الكوجينه قبل. ايش نمشي نعمل طلع على الكوجينه قبل؟ بسم الله. هاي لالا تبدلت ولا ما تبدلت؟ مالغري كو ما كانش فما برشا حاجات تبدلت، معناها فما الغوفيتمون الغالي اللي هو الفايونس ولي كولور. شفت قداش تبدلت؟ تبدلت بالكدا بالكدا. مرتاحة وليت يا مينا؟ لا صافا تحس كي يساعد. شفت لي كولور قداش يبدلوا؟ لا بالحق بالحق. الالوان هذاك الكل من الالوان. هاو ناب ربي. والله الحمد لله. الحمد لله ناب ربي من باب الواسع. الحمد لله يا ربي. الحمد لله يا ربي والله. الحمد لله. شوفوا اللي انت مزروبه باش تشوفوا. هيا ما عادش نحب نزيد نلعب لك بعصابك اكثر من هكا. هاي هاي نمشي. هاي يا لالا. هذايا اللي على اساس قلنا بيت بلال. لا لكن هو الحقيقه الاركتيكت انيس شاف
نشوفوا البيت الاخرى وانت ما تقرر تخلي لهنا وتخلي غادي هاي بس صح عايش. البيت اللي تستنى فيها يا يمينة بارك الله عليك. شقاو لك يا لالا بارك الله بيه يا واسعة 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 بالقدا اش قررت توا باش تحط لهنا ولا باش تحط في البيت الاخرى بليل نورمال ما هو لازمني انا بحذاه من يقول لك باش نصور انا وياه لهنا ولي بو غادي كنصور كاي خير في كل الاحوال هو عنده فرش كبير لهنا وفرش كبير غادي ديجا بالحق يعطيكم الصحه يا محلاها بارك الله ولا الوان الزي هكا هكا تعطيك شويه موجات ايجابيه يا محلاها عايشه عايشه اختي انت ما شاء الله عليك رغم كل شيء ديما تضحك الحمد لله هذاك ابتلاء ربي واحد يقبله واحد كي مش يقبل شنو باش يغير الصبر وكهو وكهو هذاك وحاجه ربي ديما نصبروا عليها وكهو انا حاجه لولدي هي اللي تفرحني اكثر حاجه اي حاجه تعمل لولدي صدقني اكثر حتى حاجه عبد ياخذ بخاطره في اي حاجه نفرح بها لاقصى درجه خاطر ذاك هو اللي الكبيده والله الحمد لله كهو ربي يفضلك هذاك ولا عندي في الدنيا يعني واحد ويعني وليد واحد وكهو ما عنديش يعني صغار اخرين هو الوحيد اللي عندي كهو عطاك ربي صبر وقوه ما عطاها لحتى حد اخر وما دام ربي عطاك الابتلاء هذا معناه انت تقدر عليه الحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها ان شاء الله بالهنايه لنا عيش اختي ربي يفضيك وان شاء الله تتهنى فيها وان شاء الله ربي يعطيك القوه والصبر ويحل في وجهك بيبان الخير الكل انا وياكم يعيشكم ان شاء الله يا ربي يعيشك يا امينه ان شاء الله نشوفك في الخير وان شاء الله تتهنى في الدار الجديده يا ربي ونحن نتقابل ان شاء الله الاحد الجاي في نفس التوقيت على نفس القناة في شانتي جديد وفرحة جديدة بحول الله.